افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2010 تحت شعار نقطة الوصول إلى مصر. وأكد كامل اهتمام مصر بالمحتوى العربي من خلال ترويج الأسماء النطاقات باللغة العربية على الإنترنت، كما أكد حرص مصر أن يكون لها سياسة واضحة في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة. بمشاركة أكثر من 30 دولة و400 شركة مصرية وعالمية، انطلقت فعاليات الدورة 14 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يحمل مؤتمر هذا العام شعار نقطة الوصول إلى مصر، والذي يعكس الأهداف التي يتبناها المؤتمر والتي تركز على الترويج لهذه الصناعة في مصر ودعوة الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، حيث وصلت مؤشرات نموه إلى أكثر من 14% رغم الأزمة المالية العالمية. يتم اليوم الإعلان عن طرح مناقصة لاختيار شركتين مصريتين لمنحهم تراخيص من جهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتسجيل تحت النطاق العلوي دوت مصر. العديد من القضايا يناقشها معرض هذا العام الذي يستمر 4 أيام، في مقدمتها قضية الحفاظ على البيئة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة، وكذلك سيتم التركيز على قضية إدخال التكنولوجيا إلى باقي الجهاز الإداري للدولة. النهاردة كل حاجة هتبقى بيزد على الكمبيوتر، بندخل الشباك الشامل بحيث ان يبقى الموظف يقدر يقدم اي خدمة مباشرة، غير الوقت الوضع الحالي ان احنا بنخصص شباك للتوفير، شباك لتسجيل الجوابات وهكذا. ده كله ان شاء الله هيبقى متجمع، واحنا عملنا خلاص الكلام ده واتنشر في بعض مكاتب. ولم يكن الإعلام المصري غائبا عن هذا المعرض، حيث شارك اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة النايلسات بجناحين كبيرين في المعرض. عملية التحول إلى الصورة من الستاندرد ديفينيشن إلى الهاي ديفينيشن، إحنا بنهاية هذا العام هيكون عندنا 3 استوديوهات هاي ديفينيشن في ماسبيرو، بالإضافة في عربيات إذاعة خارجية 4 عربيات 5 كاميرات وعربيتين 12 كاميرا، دول برضو هاي ديفينيشن، بالإضافة إن التوجه كله بالكامل إن كافة المعدات اللي احنا بنشتريها حاليا اعتبارا من هذا العام، بداية هذا العام، هي التي تعمل SD و HD. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه المعارض والمؤتمرات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع. من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، هشام حامد، النيل.